جيوثيرمال انرجي، الطاقة حرارة باطن الأرض. Production. Geothermal energy is the only renewable energy source. هي نوع الطاقة المتجددة الوحيد. Not dependent on the sun. لا يعتمد على الشمس. Instead, it relies on heat produced under the surface of the earth. يعتمد على الحرارة المنتجة من باطن الأرض. Geothermal energy already has several applications. إلها العديد من التطبيقات أو الاستخدامات. There are two main applications of geothermal energy. هناك تطبيقين رئيسيين لgeothermal energy, which include producing electricity, توليد الطاقة وإنتاج الطاقة الكهربائية, at specialized power plant, في محطات توليد طاقة كهربائية خاصة, and direct heating, التسخين المباشر, which put the direct use the temperature of water pipe under the earth surface, اللي تستخدم الحرارة من باطن الأرض عن طريق استخدام أنابيب تمتد داخل الأرض تستخدم للتسخين بصورة مباشرة. Geothermal power plant, محطات توليد طاقة كهربائية باستخدام geothermal energy, لها عدة أنواع, several types depending on the type of geothermal area, بالاعتماد على المنطقة اللي نستخرج منها الطاقة الجيوثيرمال, from which they extract energy. In any case, في أي حالة, the plant depend on steam, في أي حالة المحطات هاي تعتمد على البخار, to power turbine, لإدارة التوربين and generate electricity, وتوليد الطاقة الكهربائية. So the method of producing steam varies, على الرغم من أنه طريقة أو طرق إنتاج البخار تتغير, depending بالاعتماد على on the type of geothermal reservoir, بالاعتماد على المستودع اللي geothermal. Direct heating, التسخين المباشر, on the other hand, من ناحية أخرى, provide immediate usable energy, ممكن أن يستخدم لتوليد الطاقة الحرارية اللي يستخدم للتدفئة. This type of energy can heat individual buildings, ممكن أن يستخدم هاي الطاقة لتسخين البنايات. كذلك ممكن أن يستخدم للتبريد. It can also cool building by pumping water underground, عن طريق ضخ الماء أسفل الأرض مبادلات حرارية, where the temperature remains relatively stable near 15 سنتيغريد, حيث درجات الحرارة في بعض الأماكن تتراوح حوالي 16 سنتيغريد. راح يبرد هذا الماء, بعد ذلك راح يضخ للبنايات, and then into building where the water absorbs heat, حيث أنه الماء راح يمتص الحرارة, وهذا يساعد لي في تكييف البنايات, this helping to air conditioning the building. إذن هناك ثلاث استخدامات رئيسية للجيوثيرمال انرجي. الاستخدام الأول هو توليد الطاقة الكهربائية. الاستخدام الثاني هو التدفئة, تدفئة المباني. والاستخدام الثالث هو تبريد المباني. Geothermal power stations, محطات توليد الطاقة الكهربائية اللي تعتمد على geothermal energy. Geothermal power station are similar to steam turbine thermal power station, هي مشابهة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية اللي تعمل بالستيم توربين, توربين البخاري. بس بهاي الحالة بالجيوثيرمال باور ستيشن, الحرارة اللي تستخدم لتحويل الماء إلى بخار تستخرج من باطن الأرض, بينما بالمحطات التقليدية الحرارة لتوليد البخار تستخدم من طريق حرق الوقود, الغاز أو النفط أو غيرها.
In that heat from a fuel source in geothermal case, the earth core اللي بحالة geothermal هي يعني حرارة باطن الأرض. Is used to heat water, تستخدم لتسخين الماء or another working fluid أو ماء آخر. The working fluid هذا الماء اللي سخناه is used to turn a turbine of a generator, راح تستخدم لإدارة التوربين اللي بدورها متصل بجنريتر مولد كهربائي thereby producing electricity اللي بدورها راح يولد لي طاقة كهربائية. هذا الماء اللي دور للتوربين راح يبرد ويرجع إلى باطن الأرض. The fluid is then cooled and returned to the heat source. هناك عدة أنواع من محطات Geothermal Power Station. Technologies in use include Dry Steam Power Station, محطات توليد الطاقة اللي تستخدم البخار الجاف, Flash Steam Power Stations, and Binary Cycle Power Station, محطات الطاقة الثنائية اللي تستخدم ماءين, الماء الأول هو الماء الساخن والماء الآخر هو ماء درجة غليان أقل من درجة غليان الماء. جينا النوع الأول اللي هو Dry Steam Geothermal Power Station. Dry Steam Station are the simplest and oldest design. هي النوع الأبسط والأقدم. مبين في شكل واحد. هنا البرودكشن ويل بئر إنتاج المياه الساخنة من الجيوثيرمال زون. الماء طبعا هنا داخل الأرض بضغط عالي, من يطلع راح يتمدد للضغط عليه راح يتحول إلى ستيم دراي ستيم. هذا الدراي ستيم اللي هو البخار الجاف راح يستخدم لي لإدارة التوربين اللي متصل بجنريتر يولد لي كهرباء. بعد ذلك راح يروح لي إلى كوندنسر مكثف, الماء راح يتحول إلى سائل ويرجع يحقن إلى باطن الأرض انجكشن ويل حتى تستمر عملية إنتاج المياه الساخنة. This type of power station is not found very often, ما موجودة بصورة شائعة, because it requires, ليش؟ لأنها تطلب a resource, مصدر that produce dry steam, تطلب مصدر لإنتاج بخار جاف. What is the most efficient, اللي هي أكثر كفاءة, with the simplest facilities, مع معدات أبسط. In this site, في هذه المواقع, there may be liquid water present, ممكن أن يكون الماء موجود in the reservoir بالمستودع, but no water is produced to the surface or steam, يعني باطن الأرض يوجد ماء ساخن, لكن هذا الماء الساخن من يطلع إلى الأعلى خارج الأرض راح يقل الضغط عليه راح يتحول إلى dry steam بخار جاف. Dry steam power directly uses geothermal steam, بخار geothermal of 50 centigrade or greater, أو على to turn turbines, لإدارة التوربينات. As the turbine rotate, عندما يدور التوربين, it powers a generator, راح يولد لي أو شغل لي generator, which then produce electricity, اللي راح يولد لي كهرباء. Then the steam is emitted to a condenser. هذا الستيم اللي دور لي التوربين راح يروح إلى مكثف. هذا المكثف يحوله من حالة البخار إلى حالة السائل. Here the steam turns back into liquid after the water is cooled. بعد ما راح يبرد الماء. It flows down a pipe that conducts condensed back into deep well.
هذا الماء اللي تكثف راح يحقن في البئر مرة أخرى، وإذ كان في ريهي تدان بروديوست أجين اللي ممكن أن تتم إعادة تسخينه وإنتاج الماء الساخن مرة أخرى. النوع الثاني اللي يسمى فلات جيوثيرمال باور ستيشن. شو يختلف النوع الثاني عن النوع الأول؟ النوع الثاني اللي هو فلاش ستيم، يطلع الماء من باطن الأرض بصورة سائلة، يعني سائل ماكو دراي ستيم. حتى أحوله إلى ستيم، لأن التوربين يحتاج ستيم حتى يدور. يستخدم تانكي، هذا التانكي يسمى فلاش تانك. خلال هذا التانكي من راح يجي الماي، هذا التانكي راح ينخفض الضغط هنا في عملية تمدد. من تصير عملية تمدد راح يتبخر جزء من الماء الساخن ويتحول إلى ستيم، والجزء الآخر راح يبقى بالتانكي. هذا الستيم اللي ما تحول إلى ستيم راح يستخدم لإدارة التوربين، يعني راح يصير مشابه للحالة الأولى. التوربين كذلك يدور للجنريتر، وبعد ذلك يروح إلى المكثف ويتحول إلى سائل ويحقن في باطن الأرض. فلاش ستيم ستيشن فيجر 2 will deep high pressure hot water into lower pressure tank، راح يسحب لي الماء اللي بضغط ودرجة حرارة عالية من باطن الأرض، راح يوديه into lower pressure tank إلى تانكي بضغط منخفض. And use the resulting flash steam، راح يستخدم البخار الناتج خلال عملية تمدد بالتانكي to drive turbines لإدارة التوربينات. This is the most common type of station in operation today. هذا هو النوع الشائع الاستخدام في محطات التوليد في هذه الأيام. فلاش ستيم بلانت، محطات الفلاش ستيم بلانت يوز جيوثيرمال ريزيرفرز اوف ووتر، استخدم الماء اللي يستخرج من خزانات جيوثيرمال وذ تمبرتشر جريتر ذان 182 سنتيغريد، درجات حرارة أعلى من 182 سنتيغريد. The hot water flow up through wells in the ground it is on pressure. الماء راح يستخرج من الآبار من باطن الأرض بضغطه العالي. As it flow upward عندما يجري إلى الأعلى the pressure decrease، راح ينخفض الضغط. And some of the hot water boils into steam، بعض الماء راح يتحول إلى بخار. The steam is then separated، البخار راح يفصل from the water من الماء، and use it to power turbine generator. Any left over water، الماء المتبقي اللي ما تبخر، and condensed steam، والبخار المتكثف في الكوندنسر، may be injected back into reservoir، ممكن أن يحقن مرة أخرى بالبئر. making this a potentially sustainable resource، حتى يبقى مصدر طاقة متجددة، يعني تستمر عملية تسخين المياه وإعادة توليد الجيوثيرمال إنرجي. binary geothermal power stations، محطات توليد طاقة الكهربائية ثنائية. شنو تختلف هاي عن المحطتين السابقتين؟ المحطتين السابقتين يستخدم بخار الماء لإدارة التوربين. هنا يستخدم ماءين، الماء الأول هو الماء الحار، وماء آخر اللي هو يستخدم لإدارة التوربين على سبيل المثال الأيزوبيوتان. الماء الأول راح يتم عملية تسخين الماء الثاني عن طريق الماء باستخدام هيت اكستشينجر مبادل حراري، والماء الآخر اللي هو الأيزوبيوتان هنا راح يستخدم لتدوير التوربين. binary geothermal power generation plant، محطات توليد الطاقة
ثنائية differ from dry steam and flash steam because the water or steam from the geothermal source لأنه الماء أو البخار المنتج من مصدر الطاقة الطاقة الجيوثيرمال never comes in contact with the turbine ما راح يستخدم لتدوير التوربين أو المولد. In the binary system في المنظومة الثنائية the water from the geothermal server الماء من المستودع الجيوثيرمال is used to heat another working fluid يستخدم لتدوير ماء آخر which is vaporized اللي راح يتبخر and used to turn turbine generator unit figure 3. The advantage of the binary cycle plant محاسن البناري سايكل بلانت is that it can operate with lower water temperature ممكن أن تشتغل بدرجات حرارة ما أقل من المحطات السابقة اللي يتراوح من 107 إلى 182 سنتيغريد باستخدام using working fluids that have a lower boiling point اللي درجة حرارة غليان أو تبخر أقل من درجة حرارة تبخر الماء. They also do not produce air emission كذلك لا تنتج ملوثات للهواء. شنو هي الأدفانتج أو جيوثيرمال إنرجي محاسن الطاقة المتجددة واحد It is an energy source هي مصدر طاقة that reduces the dependence on fossil fuel تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري أو الحجري لأن راح تستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام حرارة باطن الأرض على العكس من المحطات التقليدية اللي تستخدم النفط أو الغاز أو غيرها. It cases these environmental impact يعني than the use of oil and coal راح تسبب أقل ملوثات للبيئة بالمقارنة ويا النفط والفحم. It is a great way to save energy and money هي طريقة لحفظ الطاقة والموني. Disadvantage of geothermal energy مساوئها واحد هيدروجين سلفايد emission انبعاث غاز كبريتي للهيدروجين اثنين pollution of nearby waters تلويث المياه القريبة الدمج the landscape ممكن أن تدمر الأراضي القريبة it is only available in certain location هي متوفرة في أماكن معينة يعني ما متوفرة بكل مكان